نبدأ قولي كيف كيف كالبشر بسم الرحيم الرحمن خالق كل شيء مزيان خالق كل شيء مزيان وصلت على نبي العام وجهو ضياء الجنان وصحابه في كل مكان وصحابه في كل مكان يا بنت السلطان انا خديم وانت سحباب بالشان بيني وبينك بيبان بيني وبينك بيبان زهر الدفلة في الكون قيمة وزينك شحال يبان مرارو عنده بشبان مرارو عنده بشبان الاسم كريم هند نعيرة من جنة الصويرة 23 سنة فنانة قناوية اسم كريم إيمان نعيرة في عمري 19 عام كنقرا في دوزياماني باكالوريا كنعزف على الجيتار وكنغني كما كتعرفوا مدينة الصويرة مدينة معروفة بتقناويت وكاين تنظم فيها من أكبر المهرجانات اللي كيدوزوا عبر العالم وكلشي تقريبا محب لهذا الفن القناوي وقلت لماذا انا ندخل لهذا الميدان هذا وهذا كنعتبره تحدي بالنسبه ليا حيت هذا الدومين هذا ماشي بزاف البنات اللي كيمارسوه ماشي بزاف ودرت تحدي وقلت علاش لا ما نتعلمش انا الاله وندير فرقه ديالي ونشارك بها في المهرجانات والحمد لله بديت كنتوفق شويه بشويه وليت كنشارك مهرجانات في المغرب وخارج المغرب وان شاء الله نزيد مازال قدام تقريبا بالاصدقاء ديالي شباب وتا كنت كنحضر حتى الليلات في الصويره وفي المغرب تقريبا وكنستافد وكل تقريبا كل معلم كيجي كيعطيني استفاده وكنبغي نوجه لهم تحيه كلهم من كبير للصغير وشكرا بزاف الصغر ديالي كنت اكتشفوا العائله ديالي انك عندي صوت كنغني ملي بديت كنكبر شويه كان كيعجبني الجيتار وحاولت نتعلم الجيتار باش نبقى نغني الجيتار تعلمتي الجيتار بوحدك شويه بوحدي ولكن مع الاصدقاء ديالي كيعاونوني شويه درتيش المعهد لا ما عمري دخلت ليه كاع ان شاء الله غادي ندخلو كنفكروا باش ندخلو اول حاجه الجيتار والجمبري بالنسبه لي انايا جاتني فكره قلت لما لا عندي الاخت ديالي كتلعب الجيتار وانا يا جمبري وقلت علاش لا ما نستغلوش بعضياتنا ونحاولوا نديروا واحد الكوكتيل اللي نمزجوا فيه بين الاغاني الراي واغاني جديده وقناوه ودرنا واحد البتي فيديو في الاول درنا اول فيديو ولقى اعجاب كثير مع الجمهور وقلنا علاش لا ما نزيدوش نطوروا والحمد لله درنا فيديو ثاني وان شاء الله غادي بشويه بشويه نحققوا داكشي اللي بغينا الحمد لله ما لقيت حتى شي اشكال بالعكس المعلمين والناس كنلقى تشجيع منهم بزاف كبير وهذا هو اللي زاد حفزني باش نزيد نعطي يعني ما لقيتش شي مشكل نهائيا صراحه كل واحد عنده الطريقه ديال العزف ديالو وكيفاش كيعزف يعني كل واحد كنستافد منه شويه كلهم زوينين يعني ما نقدرش نحيد شي بركه من هذا ولا هذا يعني كلهم زوينين بالنسبه لي معلم حميد القصري كنوجه ليه تحيه من هذا المنبر كنا خدمنا في خارج المغرب خدمنا في واحد الفيستيفال في هولندا وتما فين خدمنا مجموعين في واحد الاذاعه ديال هولندا وخدمت انا وياه وكان حتى هو كان واحد التشجيع كبير ليا والحمد لله بالنسبه لي انا كان ان شاء الله لما لا ان شاء الله نديروا شي جوله في المغرب بهذا الموسيقى اللي كنديروا كنتمنى ان شاء الله تعجب كاع الناس ونزوروا بها المغرب كامل ولما لا العالم ان شاء الله ايمان بعد الدراسه غتشدي الباك ان شاء الله غادي نحاول نتبع الفن ونشوف السبور شويه كيعجبني السبور كنلعبو في باسكت فوت كنلعبو في ليكيب ديال ليسي ديال الصويره بروميير ديفيزيون باسكت فن احسن كنلقى فيه راحتي ونتمنى ان شاء الله
نتشهر علاش لا ونعجب الناس ووصل صوتي للعالمية ان شاء الله. فكرة زوينة اننا نعرفوا موسيقتهم ونعطيهم موسيقتنا ونديروا مزج بيناتهم ولما لا علاش لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي امين. سيدي طالب الجوال جبر لي حرزي في كاسك ودلي دشي راب النار مشي الحالي مانيش لاباس. سيدي طالب الجوال جبر لي حرزي في كاسك ودلي دشي راب النار مشي الحالي مانيش لاباس. انا باصي يا طال ونخدم قبل لي حاول ننسى من الغال مشغلش عيني السنين. انا باصي يا طال ونخدم قبل لي حاول ننسى من الغال مشغلش عيني السنين. عندي انا ايكيب ديالي في تراديسيونال وعندي فيزيون وكنحاول ندير لا فيزيون كنلعب على لا فيزيون اكثر. دابا بديت كنسجل البوم مع الجروب ديالي فيزيون الانتاج ديالي نيت ديالي ومعاونين جروب كامل معاون مع بعضياتنا. كنمتحن سبور وعندي ديبلوم في لا ريستوراسيون يعني كنخدم دابا مع هذا الوضع هذا يعني صعيب شويه باش نخدم في لي زوتيل ولا ريستورون وكنخدم مره في لا ريستوراسيون يعني هذه دايره كهوايه ماشي على حساب الخدمه ولا ديرها كهوايه وان شاء الله نتمنى الخير. هو صعيب شويه انك تخلي بلادك اللي عشتي فيها ولكن الا كانت الخدمه هنايا بزاف في كازا وكانوا الناس منتجين اللي غادي يقدروا يتعاونوا معايا ويتعاونوا مع ليكيب ديالي لما لا علاش لا ما نجيش باش نزيد بالفن ديالي القدام ان شاء الله. مالي مالي يا الغرارة مالي مالي صلاة